احترم الفرصه بين هني والمدير العام الجديد، ونشكر المدير القديم على المجهودات اللي قدمها معنا. التغييرات هذه تاثرت علينا، علاش؟ لانه كاينه اجراءات وانا اول واحد راح نساهم، ودوك هنا نعرفوا الناس اللي جايين يهضروا بالشوارب واللي جايين يهضروا بالفعل، لانه الشوارب ما يخصوش العالم كامل، فيه شوارب، شوارب بطل اللي عينه حاجه ملموسه. واحد يقول لي نحب النادي الرياضي القسنطيني، يقدم بالملموس خويا. سونتر دو فورماسيون ليستيماسيون تاعو 60 مليار على الاقل، نحاولوا حنا نجيبوا 10 ولا 20% مساهمه من المدينه لهنا. النادي الرياضي القسنطيني ما تحصلش على البطولات بزوج حوايج. الحاجه الاولى لا ستابيليتي، عمره ما كان ستابيل اداريا وتقنيا، ولا بروشين فوا نسميه ونجبدوا الملف تاعو هنا تاع السياسي هنا هنا هنايا، مازالو ما طيشناش. البيلون تاعك اللي خدمت به اون طونك بريزيدون راهو مخبي لهنا، واش خليت دين ونجبد لك انا يعني بروفيسيونيل، انايا جبت لك حتى اللاعبين اللي لعبت بهم ما مشيتش.